صباح الخير على كل مشاهدين عبر قناة الهلال الفضائية. صباح جميل عليك ويوم سعيد عليك يا معزة، وعلى كل الزملاء المتواجدين داخل استوديو الموج الأزرق. أسعار الخضروات، الأسعار الماء ثابتة، بكرة بتلقى سعر والليلة بتلقى سعر، تلقى سعر، وقد يتغير السعر في اليوم مرتين. أحيانا الناس الصباح بتبيع بسعر والمساء بتبيع بسعر أقل منه. نحن الآن في سوق الديم وحنتعرف على أسعار الخضروات ليوم الليلة. صباح الخير عليك عبد الغني. مرحبا السلام. مرحبا السلام. مرحبا مرحبا مرحبا. كيف حالك؟ إن شاء الله كويس. الحمد لله. الحمد لله والحمد لله. الليلة كيلو البطاطس بكم؟ 400. أيوة 400. أيوة. والطماطم؟ 400. أيوة 400. الفلفلية والفوائد الموجودة فيها والفوائد الغذائية، الليلة الكيلو عمل كم؟ الفلفلية برضو 500. 500. والجزر؟ الجزر برضو 500. البصل الأبيض؟ 400. 400 البصل الأبيض. شايفة برضو في جنبه البامية، البامية حتى لونها مختلف شوية، يمكن تكون خضراء شوية. دي بامية جديدة ولا شنو؟ جديدة هاي 600 كيلو. الخيار؟ الخيار 500. الأسود؟ أسود 500. 500. في الرجلة بتتباع بالربطة، كم الربطة الليلة؟ 100 جنيه. 100 جنيه الربطة. طيب في الغالب كده الحلة بتعملها كم ربطة؟ يعني أقل حلة كده ممكن تعملها كم ربطة؟ ربطتين. ربطتين إن شاء الله. هاي. إحنا شاكرينك كثير وسعدنا بالمساحة دي معك. أديكي العافية، أديكي العافية، أديكي العافية. بارك الله. أحبابنا المشاهدين في كل مكان، دي كانت أسعار الخضروات من سوق الديم، إذا عرفنا على أسعارها وكمان بعدين يمكن يكون السعر غير. خلونا نرجع لمعزة داخل استوديو الموجة الأزرق.